تقريبا غاديين علاش علاش اذا بداو يدخلوا في هذا الخلاص هذا ما خلاص ولا شي 10% حرموها وقطع هنا حنايا وعطيهم صافي سد عليك تلقى كل شيء باش كل شيء يستافد والعداد وداك الحاول يخير على خير ودور احنا اليوم هنا في الجمع العام ديال جمعيه المستقبل للمياه المخصصه للاغراض فلاحيه بسبط القردان. هذا المشروع هذا اللي بدا في 2009 وعطى انطلاقه ديالو صاحب جلال الله ينصرو. وهذا المشروع هذا اللي يعتبر من المشاريع الرائده في ولا التجربه الاولى وتجربه فريده من نوعها اللي كتشتغل تقريبا واحد 14 عام هذه إطار تدبير هذه المادة الحيوية من طرف القطاع الخاص. هذه التجربة هذه اللي الحمد لله كما قلنا نقدت هذه المنطقة، هذا المشروع هذا اللي نقد المنطقة ديال القردان، هذه 10,000 هكتار اللي تاريخيا كانت معروفة بإنتاج كبير في جميع الفلاحات خصوصا إنتاج ديال الحواميد، ومع توالي هذه السنوات الجفاف والإشكالية ديال عدم انتظام تساقطات المطرية وهذه الإشكالية اللي كاينة ديال الحقينة ديال البراج ديال أولوز ديال السد ديال أولوز اللي نقصد توقف الماء ديال السقي في هذه المنطقة في نوفمبر يعني في نوفمبر 2023. دابا تقريبا 6 شهور والماء متوقف، الإشكالية ديال ندرة الماء ولا الفرشة المائية حتى هي ما كايناش. درنا هذا الجمع العام اولا باش نجدوا المكتب ديالنا والتواصل مع الفلاحه، ولكن كذلك يكون عندنا معطيات عامه على الحاله المائيه والحاله الفلاحيه، لان كان معنا المدراء ديال المكتب الجهوي والاستثمار الفلاحي مشكور اللي عطى واحد العرض مهم على المنطقه وعلى الفلاحه وعلى الامور كيفاش دايره في البيريمتر. كاين كذلك المدير ديال وكاله الحوض المائي اللي عطى واحد النظره شامله على الوضعيه المائيه في الجهه وفي المنطقه ديالنا على الخصوص، وكذلك الحقينه ديال السدود، وبشرنا بواحد المليون متر مكعب اللي غادي يطلق لنا في هذا الاسبوع هذا، وكذلك المدير ديال شركه امانسوس الشريك الخاص اللي كيدبر هذا المشروع اللي حتى هو طرحوا لي بزاف ديال التساؤلات من المنخرطين من الزبائن ديالو اللي جاوب عليهم اسئله اللي قنعات، اسئله ما اجوبه زعما اللي قنعات، اجوبه اللي ما قنعتش. كاينه اشكالات حقيقه مع التوقف ديال الماء وهاد المديونيه اللي تراكمت على الفلاحه وهاد المشاكل اللي كاينه ديال القطاع بصفه عامه، ونطلبوا ربي يوفقنا باش نلقاو حلول. كذلك تناقش واحد النقطه مهمه جدا اللي هي ديال المحطه ديال تحليه ماء البحر لهاد المنطقه ديال القردان اللي هي القردان الكبير اللي كيضم واحد سبعة الجماعات اللي هي جماعة مشرع العين، جماعة الخنافيف، جماعة القردان، جماعة الكدية، جماعة المهادي، جماعة أهل الرمال، جماعة ولاد تيمة، يعني اللي فيها فلاحات قائمة تاريخيا قديمة واللي من أكبر المزودين ديال السوق الوطنية وكذلك ديال الصادرات ديال البلاد. كنفكروا زعما ودعمنا وانخرطنا في هذا المشروع هذا اللي كيندرج في الرؤيه ديال صاحب الجلاله اللي هي البرنامج الوطني للماء اللي خدام في المغرب كامل، والمنطقه ديالنا تستاهل انها حتى هي يكون عندها هذه المحطه لانقاذها، لان كان انقاذ في 2009 واليوم مع التوقف ديال هذا البراج وديال الفرشه كذا كنطلبوا عاوتاني باش الدوله ولما لا سيدنا يشوف بنا بعين الرحمه وتسرع بهذه المحطه لانقاذ هاد الفلاحات هادو وهاد الفلاحه اللي جنود مجنده وراء صاحب الجلاله وجنود مجنده لهذا بلدنا الحبيب. الى كان شي حاجه ايجابيه اللي ممكن نسجلوا بها لقدام، حنا مستعدين نتعاونوا وراه الواحد اللي كتمشي ليه الخطوات والتعديلات الايجابيه.